رسمنا عدة لوحات عن المعتقلين ورسمنا عدة لوحات جدارية عن الثورة وأهدافها، عن الظلم، عن المساجين، عن كثير أمور على لوحات قماشية كبيرة ويحملوها الشباب أثناء المظاهرات. رسم الابتسامة على الأطفال في المخيمات كمتطوع، وأكثر الأعمال كانت من خلال مادة الرسم، هي عبارة عن لعب بالألوان، تفريغ الأطفال لحاجاتهم. كان كثير ضغط، اللي هربان من القصف واللي طالع من تحت الأنقاض واللي كان، فكان كثير لاقي ابتسامة جميلة مرسومة عليهم رغم الشقاء اللي كان يعانوا أثناء النزوح والمخيمات. نعاني من قلة المواد اللي ممكن تكون، حتى أيام النظام كنا نعاني من موضوع وجود الألوان طبعاً الموجودة حالياً هي كتير قليلة، وحتى أيام النظام كانت كتير قليلة. يعني المادة لازم تتوفر لأن هون في اشتياق للروح، يعني الثورة نقص كتير وموازاة الموجودة الكتير.